يا رب. حاول وقدرني، مكنني من كل الكلاب اللي نفخهم القرش ومعليهم الغرور. الو، ايه يا بت، في نام ولا صحي؟ طب انا عايز اتكلم معاكي. يلا خلاص. جوه هو نام في عوضنا بعض يا واطيه. يلا اعملي كوبايه شاي لحد ما اجيلك. ها يلا سلام. هو في ايه؟ قصة حب مع كوباية الشاي ولا ايه؟ خلصينا. هعمل لك ايه؟ ما انا من ساعة ما قعدت ونفسي اجابة على السؤال اللي انا قلته. ايه بقى هو؟ يا دي الليل عليا وعلى اللي جابني من بدري، انت لحقت نسيت؟ ايه يا اخويا؟ هي لبنى لحست مخك؟ جرايه يا بنت، ما تلمي نفسك ولا هقوم امشي واسيبك ولا ايه؟ خلاص هلم، هفكرك. يا واد مش انا سألتك، قلت لك لما كنت معاها في المطعم حسيت بايه؟ في حد في حياتها اتربكت، اتغيرت. نفسها في البرتقال وخايفة من قشره كده يعني. نيلي فوزير السنة دي ان شاء الله ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه والله، يعني حاسس ان هي مثلا خايفة تقول كلام يتاخد عليها، مترددة، خايفة، مش عارف. ايه سكتي ليه؟ عشان كلامك مايع ماسخ كده وملوش طعم. بقول لك ايه، انت لو هتفضل مدهول معاها كده. بقول لك ايه، انت باين عليك هتاكلي علقه النهارده. بص بقى، انا عايزاك تنسى خالص انك ظابط وتركز مع كلامي وتنفذه زي ما بقوله بالظبط. انت بكره الجمعه اللي هو النهارده يعني هتطلبها بالتليفون وترغي معاها في اي حاجه، قول لها مثلا ان انتوا عايزين تنزلوا تشتروا الدبل، اي كلام. هتعرف منها انها قاعده في البيت، ومين هيكون معاها في البيت؟ ابوها، ما هو جمعه واجازه. تقوم رايح لهم وتطب عليهم ومعاك في ايديك دستتين جاتوه. عايزاك في القعده دي تاكلهم كده، تدردش معاهم بقى في اي حاجه، في اي هزار، في اي نكته، في السياسه، في الكوره كده يعني. المهم تاكلهم عشان اول ما تنزل من هنا يبتدوا يقنعوا في بعض من هنا. المهم ما تجيبش سيره صالح على لسانك ابدا. الله، ايه اشمعنى؟ لو انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه يا بنت العفاريت، انت عرفتي دي ازاي؟ اللي هي ايه طيب؟ استبيش عليا وجاوب يا بنت. اصلك ما تعرفش يعني ايه واحده عايشه في فراغ ووحده. اسمع لي كلمه من هنا، اشوف لي منظر كده واركب بقى فوق بعض واعيش. انت فاهم حاجه؟ اروح اعمل اراجوز يعني عشان يحبوني ولا ايه؟ لا انت رايح مخصوص بكره علشان ما تخليهاش تكرمش منك. الله يخرب بيتك يا بت، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ تكش يعني، ومكسبك الوحيد من المشوار ده انك تكسب ارضيه عندها، وخصوصا ان عقلها مشغول بالقضيه بتاعتها. قضية ايه؟ انت ايه القطارة اللي انت بتكلميني بيها دي؟ ما تخلصي. والله فكرة. فكرة ايه يا بت؟ لحسن اقوم واسيبك، خلصي بقى. استنى بس، دي كان عندها مشكلة في الكلية بتاعتها، انا مش عارفاها كويس، بس هو في عندها حاجة في الكلية. اشمعنى دي بقى اللي ما جبتيش قرارها؟ الولية اللي بتغسل لهم فمين كانت لمحت لي كده بشوية كلام، فأنا عايزاك بكرة وأنت في القعدة عندهم تفرد عضلاتك وتفرد صدرك وتقدم لهم كل الخدمات اللي ممكن تقدمها. ليه؟ علشان هم تلاقيهم عمالين يتكلموا فيك أنت والواد التاني. بخرب بيتك يا بت. يعني أنت متأكدة إن في حد في حياتها كده؟ لا، الأجازة دي مش هتنفع. إيه هو اللي مش هينفع؟ بص بقى، ما هو انت لازم تكسب قلب ابوها وقلبها في القعده دي علشان اول ما تنزل من هنا يقعدوا يقنعوا في بعض من هنا. وليك عليا الاجازه الجايه تلبسوا الدبل ونطرقع الزغاريد في الشارع كله. يلا ايدك على الحلاوه. يلا يا بنت، ما بقى في حاجه اساسا. يا حاج لطفي، حاج لطفي، عايز ايه يا شوشات؟ على فين العزم كده؟ نعم، رايح فين؟ رايح فين ايه؟ النهارده الجمعه والخطيب هو قدام منك بيخطب وصوته ملعلع، صوته بح من كتر. هكون رايح فين؟ نسيمه؟ ايوه، صوته البح دي عجباني قوي، بس انا بصراحه ما بفهمش كل كلامه عشان بيقولوا بالنحو. انا كنت عايزك في موضوع كده لغايه ما يقيموا الصلاه. بقول لك ايه؟ اهدى بقى كده، لو متوضي تعالى تعالى صلي معايا. يلا انا هاجي اصلي، بس اسمعني. ليه اللي اسمها احسان بتاع الموضوع بتاع صالح ابنك دي؟
هتعمل روشة وبيني وبينك يعني لو طلبت شهادتي انا مش هكذب، هضطر اقول الحقيقة. وبعدين انت بقى تحاول تلم كده اللي اتكسر ده وتصلحه، ولو ان ده ما بتصلحش لكن نعمل ايه؟ الشرشاري نعم دلوقتي الكلام ده؟ ده موضوع نتكلم فيه دلوقتي؟ ايوه، ما انا عايز اقول لك اهو، فكر في موضوع المكتبة والفلوس اللي هديها لك، هيبقى سر بيني وبينك وهديك اعلى سعر. فكر بس ازاي نلم الدور وتدي اللي ليها حقها وتلم الحكايه بدل فضايح. انت تتضايق لو فضلت واقف كده وانا دخلت صلي الجمعه؟ تتضايق يعني في حاجه؟ لا اجري اخطف السبحه واجي لك، هحصلك على طول. طيب اخطف السبحه واجي، استنى بس. الله علي النعم، انت عمده ومدير امن. اتفضل يا معلم. عمده ومدير امن؟ انا مش هسيبك دلوقتي يا معلم غير لما تفصل بيني وبين اخوي، وانت عمده شارع عبد العزيز وكلامك يمشي على رجبينك. وانا فضيلك يالا ولا هفضي وهفضي ورجالي للقرش؟ يبقى نقصر كده يا معلم ونلم اللي انكسر، وملناش بركه غيرك واحنا خدامينك يا معلم. انا والشافعي يالا، حد ضحك عليك ولا حاجه؟ انا جاي عشان خاطر جايبك الشافع معايا يا معلم، عشان خاطر حضرتك كبيرنا هنا في الشارع. شافعي تعالى يا شافعي خش. سيد المعلمين الكبير اللي كل واحد يعمل راسه كده عشان يوافق على انه يعني يرضى عنه ولا حاجه. انا تربيتك يا معلم. لو كتاب الله ما عرفت رب، ولا ربيته عمل لي حساب ولا عمل حتى لنفسه حساب. اتلومني انا حاج والناس اللي عملوا صاحبك؟ انت ناوي تسوق الهبل ولا ايه؟ انت بقالك كام سنه يالا معانا هنا في شارع عبد العزيز؟ عمري بحاله يا معلم. واللي يخون العشرة بقى والناس اللي مربيهم ومعشرهم وروح يبلغ عنهم في نصاص الليالي في الإساءة يبقى ايه؟ خانت مين يا معلم؟ وسام مين؟ انا مش فاهم حاجة والله يا معلم. ما تطلعش زرابين يالا، قر بخيانتك بدل ما اخش اجيب المسدس افرغه كله فيه. ده انا جايلك عشان تقبل بخاطري وتصالحني على المعلم بتاعي، عشان يبقى العين اكل عيش معاك يا معلم. انا راجل أبرك بخنطوك يا معلم. انت بتقول يا طب عليا الطلاق بالتلاتة من بيت يا معلم اللي انا طفحان علشانه الدم. لا عمري خنت ولا عمري عملت حاجه، ده انا طول عمري ماشي يا معلم في الكف، ماشي عشان اكل لقمه العيش اللي باكل بيها عيالي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كده يا معلم. حسبي الله ونعم الوكيل، يحرم علي الشغل في شارع عبد العزيز كله يا معلم. انا راح اصل له وادعي على اللي عمل فيا كده. زي ما يكون كلامه بجد وراه ده جعوه. انا بس ده رايح يصلي الظهر يا معلم. الله، وانت يعني حالف ما تخش الجامع ولا ايه؟ روح يالا. بكره معاك سيجاره؟ لا بعيش. معاك انت ولاعة؟ اهلا الاختين الحلوين. يا عم زيزو، احنا هنفضل نشحتك؟ هنتلم عليك زي الزيتونه المبلوله في طبق زيت ولا ايه؟ زيتونه مبلوله زيت محطوطه في طبق صيني، واتنين اغبياء عايزين يصطادوها بشوكه. ماشي يا عمنا، ادينا رمينا الشوكه والسكينه، ممكن نهدى بقى ونعكشك عشان نقعد نفضفض شويه؟ بابا عايز ارتاح بقى. اللي هتقوله عارفه يا شرط، وقلت لك لا. يلا بقى عشان الحق الاكله اللي عاملاها امي. سمك مقلي ورز احمر انما يستاهل بخوكم. ايه يا عم زيزو، هي حاجه ما بتعملش غير سمك مقلي ورز احمر ولا ايه يا عمنا؟ ماشي يا عمنا، محلاها مع بصلتين بالخل والليمون وطبق زيت، ممكن ناكلهم بقى مع بعضينا، بس عايزين نهدى بقى ونتكلم حبتين مع بعضينا يا عم. طب احنا هنفضل نشوف كده؟ انا تعبت بقى، عايز اريح. ما انا كمان تعبت وانا عارف انا بلف ليه ولا على رجلك لاقش الحقن يالا. طب انت بتزعل انا ليه يا شبرو؟ انا بزعلك ليه؟ انت بتهددني انا ولا ايه؟ هجيب عليك يا شبرو. هتجيب عليا يا بكرو؟ والعيش والمال والصحوبيه اللي بيننا يا بكر. طب احنا بنلف ليه طيب؟ مش عارف يا جدع. يا ولاد المجانين، اديني وقفت اهو. ماشي كفرها يا معلم. ارجو بيت بقى اللي بلغ على مين؟ يا ابن المجنونه بقى، مين اللي بلغ عنك؟ غيره. بكلمك جد يا زيزو، سبوبه قنديل دي شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى. المره دي انت طلعت بدها، المره الجايه ايه؟ ايه؟ قول له يا عم فك الجمل لسانك وقول لاخواتك وفضفض، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض. بس العيش والملح له اصول، اولها ترد على اللي اتقال، وتاني حاجه تسلم البضاعه اللي قفشت مهرها. بيقول لك البضاعه اللي ايه؟ سمعت يا عم الراديو، وضح يا عم زيزو لان كلامك مش حلو على ودني اليمين. يبقى حلو يا اخويا على ودنك الشمال.
احنا مش قلنا قبل كده نفتح الورشه ونقول يا هادي؟ مش قلنا نجيب مونة ونقفل ونبيع واللي يطلع لنا نسدد منه ايجار الورشه والباقي نقاسم؟ ولا صهين واجيب مرعي؟ اديك قلتها، مونة وايجار والباقي هنجيب بيه يا زيزو، سمك مقلي ورز احمر. يا جدع ساقي عليك النبي، افهم عليا زي ما انا بفهم عليك وطقطق ودانك وسقسق معايا بقى. انا عارف اللي هتقوله يا شبر وقلت لا، عشان السكه دي اخرتها معروفه مؤبد ونطلع منه على عكازين. ما تقول حاجه يا عم الصدى. اخرتها مؤبد ونطلع بدها على عكازين. يا دي الصدى بتاعي مش بتاعه هو. يا عم ما تخليك معانا بقى انت، بالاخر كده الشغلانه دي بلبل بلبل يبقى حلزه توصيله حشيش. وقبل ما تفتح بقك هقول لك فلتها، وهكون صريح معاك اكتر من امي. هي امك موجوده؟ الله يرحم الجميع. هي في البلد ليه؟ في حاجه؟ عايز اعرف مين اللي خلفتك النصحه دي وبتصدقك؟ الله يرحم الجميع. يا عم احنا كنا ناويين ناخدك طعم، نبعتك تتمسك الحكومه تتلاقي فيك، لكن انت عملت مع ابني الصح. ومش بس كده، دخلتني بيتك وكان عيش وملح مع بعض، وانا رديتها لك في اخوك وسلكته من قضيه في السليم المعوج يا اسطى. الدور والباقي بقى ان انت ترد الجميل وتتوصى شويه. ومش بس كده كمان، الناس بتثق فيا وهيدون البضاعه لحد ما نسلك نعدي نبيع. انا عايز افهم بقى مين ابن الكلب الغاب اللي بيثق فيك ده وبيديلك بضاعه كده على الابيض؟ مين بقى؟ تحب اديك العنوان واروح انا؟ يا جدع الموضوع مش محتاج لا راس مال ولا هنبقى تجار صنف، ده احنا هنقب على وش الدنيا، والناس هتمشي تشاور علينا وتقول هم دول السنتو ابو حسامالين عكاوي. عارف يعني ايه العكاوي؟ يا جدع اسمعني بقى. اديني سمعتك اهو يا معلم شبرو. البضاعه دي يا اخويا سناره، اللي هيقرب منها هيشبك، وبدل ما تقب تغرق. بقول له كده والبص. اسكت يا ادوات المغوتك يا عم زيزو، انت جاي تحرق دمي وتعلي كفتازين في دماغي يا جدع. انا بقول لك الموضوع مش محتاج تحويشة العمر ولا شقه السنين ولا السكه اللي انت ماشي فيها، هنقب على وش الدنيا. مش مصدقني؟ اكتب لك على الحيطان ان احنا هنتوب يا جدع. يا عم غور ونفذ بعيد عن دماغي. وان خلصت يا عم في المصلحه هشتري منك البضاعه وقت. صدق بالله ان انت عايز تسوي ولازم اعلم عليك. الله وضع طويل. ابقى اقفل الورشه واسيب المفتاح في اي حته. شبرو شبرو هو زيزو لسه ما جاش يا بكرم؟ عاصم باشا صباح جديد لانك. اتفضل يا سعاده الراي، المعرض نور كله. اتفضل يا راي. كرسي جوه، خش شوف شغلك عطيه. اخلص. حاضر يا سعاده الباشا، امرني. واضح انك كنت بعيد قوي عن التليفون. الله، مين معايا؟ انت نسيتي صوتي ولا ايه؟ طب بس خلاص خلاص. انا بقى يا ستي لو فتحت شباك البلكونه كده وبصيتي على معرض الشرشابي للاجهزه المنزليه هتلاقي واحد غلبان قاعد مكان الحاج مستني جوليت تتحن عليه وتبص له. اه عامل فيها روميو بقى. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل شويه كده؟ طب حتى يعني اتمشى العربية يعني بالبلد كده. الله ماله؟ ما انا كان لسه شايف الصبح في الصالة كان كويس. طب هيجي امتى؟ يعني مش هينفع ننزل النهارده. ماشي ماشي يا ست روبنا هانم، طلبات لك اوامر يا باشا. سلام سلام. عطية أمرني يا سعادة الباشا. يا صباح الفل يا باشا. خيرك مغرقني يا سعادة. مغرق الباشا. ايه اسمع، دول تبعت حد يجيب احلى دستين جاتوه في البلد. انا يا سعادة الباشا. شوف حد بيفهم كده عشان يجيب حاجة نظيفة. اقول لك تروح انت. اروح انا يا سعادة الباشا؟ من احلى محلات جاتوه في مصر كلها يا سعادة الباشا. أمرني يا باشا. سلام عليكم. عطية. ايوه يا باشا. احسن دستين جاتو قهوة. انا يا عم مستني يا باشا المحلات كلها تخلص. اخلص. سلام عليكم. ما نشوف قلوبنا.
الشرشابي. مش عارف. قول لي انت مين يا قنديل؟ انا مخي هيشد. اكيد واحد هم براسه فوق ومش همه من اي حاجه وداخل في وسط الالغام. علام. ليه؟ علام ما هو مرضي وزي الفل، وبعدين يعرف مكان الكرتات من ايه؟ يبقى اللي عمل كده واحد من جوه الحكايه، فاهم ايه الموضوع بالظبط؟ هو واحد راسي على جيبه وحطاه، لم العده والكرتات والغسالات وخلص كل ده قبل ما الاسم يجي، عشان يجي ما الاقيش اي حاجه موجوده. بس الشخص ده موجود. زيزو. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حرما يا مولانا. جمعا يا زيزو، تعالى اتفضل. كمان نظفت المخروبه. مش خايف يا رب عفريت الاقلام تهرب منك وتسيبك لوحدك مبحلق في السماء؟ ما انا مولع لهم بخور اهو عشان ما يهربوش. انا برضك لما شفتك خارج من صلاه الجمعه ما صدقتش عينيا. مش كده احسن برضو؟ واحسن سبحان الله، يعني من الشوايه والمتقلات للجلابيه والطاقيه. انت ناقص تتقل دقنك دي شويه وتبقى مولانا رسمي. المهم انها تسكن اليه الروح ويطمئن له القلب. صلاه على النبي. العب. تصدق وتؤمن بالله انا جاي اسمع الكلمتين دول وامشي. انا قررت يا صاحبي اغير من حياتي كلها. وماله؟ ايدي على كتفك. انا قررت اللي عاوز امد ايدي واخده بدون تردد. لا حاسب كده تبقى حرامي رسمي وتدور عدتك دي لمؤاخذه يعني شمال. حتى السجاير والحشيش بطلتهم. ماشي، بس انا يعني مش فاهم يعني ايه اللي تعوزه تاخده دي؟ انا عشت حياتي كلها متامل، كل حاجه فكرت فيها وبصيت لها من 100 زاويه، كاني واخد تفويض اشتغل مراقب عن الحياه. حلو البق، بس ده يعني لمؤاخذه يعني يخليك تفهم الحياه اكتر وتتعامل. بالعكس، لما تفهم كل حاجه ونقضها بتلاقي نفسك واقف وسط دايره مشدود من كل ناحيه، وفجاه تمر السنين وتلاقي اللي ما كانش فاهم ده سبقك وانت لسه واقف تفكر. ربيت دماغك. دي مش دماغي، ديكارت قال حاجه شبه كده. وديكارتر ده مش بتاع امريكا. بس انا صاحبي ما تاخذنيش، هتسيب القصه والكتابه والشعر والكلام ده يعني وتعمل ايه؟ مش هسيبهم، انا هقف معاك في محل ابوك واتعلم منك وما اخدش اجره. من غير اجره ليه يا اخويا؟ انت جيت في وقتك. ننزل ان شاء الله الصبح نجيب بضاعه ونفتح سوا. والشغلانه اللي كانت وراك؟ لا، ما انا خلصت المصلحه النهارده قبل الصلاه. مش بقول لك جيت في وقتك؟ وادي يا عم 20 جنيه هم عربون. ورحمه ابويا من ترددهم. انت لاقي تاكل؟ بتورطني انا عشان ما ارجعش في كلامي؟ بصراحه ربنا مش عارف يا قد ليه انت اقتراح برتاح له في الكلام. بحس كده ان انا معاك عايز ابعبع. بعبع يا صاحبي، احنا اخوات. قول لي عملت فلوس كويسه من الشغلانه اللي فاتت؟ سيبك بقى من الشغل والفلوس والكلام ده. طب ما تروح لها. هي مين؟ لبنى. مد ايدك وخد اللي تعوزه، ما تستناش يا حالاتي. لو معاك تمن الشبكه جمد قلبك وروح. ما تقوليش بقى هي صيدله وانت دبلوم. الحب يا زيزو، الحب اكبر شهاده في الدنيا ممكن انسان يحصل عليها. ولو ابوها رفض؟ ابوها بيحبك، ولو شاف بنته مقتنعه مش هيقدر رافض على طول. ها معاك تمن الشبكه؟ لا ناقص لي 20 جنيه. انت الحق. والله ما هم راجعين. لقيته يا جعور؟ انا جلبت عليه الدنيا وكان ناقص اسعى عليه البلكونات اللي في الشوارع لحد دلوقتي مش لاقيه. يعني هيكون راح فين؟ مش في المخزن ولا هنا ولا هنا؟ الارض اتشقت وبلعته. هقول لك ايه يا سمعه يا صاحبي، انا حاسس ان الحكايه دي فيها خبصايه شويه. الشهاده لله، الواد ده طول عمره 100 100 وما يعملش اي غلط. اخي احنا مال اهالينا؟ اقول لك ايه، ما تعرفيش طريق بيت، وانا يا سيدي اروح اخطف رجلي واروح اسال عليه. اللي يعرف بيته الواد شبرو او الواد بكر. طب دول الاقيهم فين؟ دول عاملين زي العفاريت ومش عم يطلعوا غير في الليل بس. يا عم في الليل ايه؟ انا لسه متخيل بيهم النص ساعة. اقول لك ايه، انا مالي، انا رايح عند المعرض خلاص، ونسال عليا الشرشابي واقول له ان انا لسه عم ادور خلاص. توكل على الله، طول عمرك زي قلتك. شايف يا شرشابي الواد عامل مكان ازاي؟ زي الفل، ولا اكني في اثر لاي شغلانه. انت عارف حتى عديته خدها معاه. قول لي، هو انت اديته كل فلوسه؟
هو خد تمن الايسيات كلها بالكامل ومن اجرته 2500. ايوه يعني لسه باقي له فلوس. لا انت شغل بالك ليه قوي بالموضوع ده، ما تفهمني وتخلصني. الواد ده خلاص بقى كلب القرش بيجري ورا اي قرش يلاقيه، وبعدين لقى رزقه معانا، ايه اللي يخليه بيعنا ويسيب الحاجات دي كلها ويمشي؟ لا لا انا اقول لك بقى خفيف، الواد ده عمل نمره عشان يعرفنا انه قادر علينا، ولو ما مسكناش فيه بايدينا واسناننا واخد بالك هيروح يبلغ بقى. لا لا ويفضحنا. لا لا وقول بلاوينا وخش في قضايا وخش في مباحث. لا دماغه ما تروحش لغايه كده، فهمنا انا؟ طب امال الظابط لما جه المخزن ما لقاش اثر لحاجه ازاي؟ دي سهل، اولا انت مفهم والواد واخد خوانه. زمان لما الظابط جه هو كان قافل على نفسه جوه في المخزن، اما الظابط خبط وعملوا له الليله والخمسه بتوعهم دول كان خبى كل حاجه وخلص الدول. الله الله الله. ايه الحلاوه دي؟ انا اول مره اشوفك مدي الامان لحد. اقول لك انا بقى ليه؟ اصل كبشه النار مش في ايدك، عارف ليه؟ انا صاحب الليله كلها، المخزن بتاعي والبضاعه بتاعتي لو بلغ انا اللي هلبسها وهشيلها. وانت بقى زعلان من ايه؟ مفيش حاجه عليك طبعا. انت بتقول لي ايه يا عبيط انت؟ الله، ما اللي يضرك يضرني، وفي نفس الوقت ما انا مضرور في قرشي. قرشك؟ قرشك يا ابو قرش، انت بتاخد مكسبك قبل ما تحط فلوسك. ما الغلطه غلطت انا، لو كنت قبل كده جبت ورق وغرستك معايا فيه ما كنتش قلت اللي انت قلته. بعد كده بقى هتكتب ورق. انفض الغباوه دي من دماغك وخلينا نفكر. سيب لي انا موضوع زيزو ده. لا، زيزو ده بتاعنا وانا اللي هاخد حقي معاه. بطريقتك دي هتضيعنا كلنا. ما هو لو مش زيزو يبقى مين يا شرشابي؟ اقول لك انا، سيب لي انا الموضوع ده. لو ليك عنده قرش انا هجيبهولك، وفي نفس الوقت لو حصل اللي بتقوله ده هتتفرج عليه وهو بتزف لابو زعل. ماشي؟ أشجان افتحي شباك المطبخ يا اختي، دخان السمك ملى الشقة. خلاص يا جيت الرز، انا خرجت البصل والخضرة باكلها جاهز. معلش يا ام انا هقوم الاوضة عشان نسيت اخدها معايا. طيب يا اخوي أشجان والنبي خش الاوضة هاتي الفوطة انا وريها لعبد العزيز. انت هتقعدي تنادي وتغمري كده زي غفير الدرب؟ يا بنت لمي لسانك وخلصي بقى. اوضة. حاضر حاضر يا ولا، بتجيبها لك اهي. ادي له الفوطه وانا هخلص طنجته. يا بنت ادي له الفوطه ما تخافيش. فوطه انت مستعجله لما تخالي بيكون ورا مشوار. طب بقول لك ايه، والسمك ده مطي عليه قوم بيكون يا بنت. انت ما تعرفيش المشوار اللي رايح دوت ولا عارفه وبتستهبلي؟ وده وقته. قومي قومي يا رجل مستعجل. يلا همي. طيب اما وريتك يا بنت غتيبه. حاضر. انا مش فاهم احنا هناكل السنه الجايه ايه؟ لسه بتصطادوا السمك ولا ايه؟ دقيقة واحدة ويكون الوكل جاهز، أنت طالع بعد الغدا؟ أنا ولا طالع ولا نازل، أنا هاكل وأخش أنام عشان أنا ما نمتش من امبارح. ربنا ينجحك يا رب. آمين يا رب. يا رب. هات هات استنجيت الرز وأنا هشوف الوكل. عايز كام يا واد؟ طب وعرفتي ازاي بقى؟ ايه يا واد؟ وانا مش امك يا واد ولا ايه؟ انا بصراحة انا محتاج المرة دي فلوس اكتر شوية عشان انا عندي كتب ولازم لازم اشتريها. ما يطلع اخوك من الحمام اطلب منه اللي انت عايزه. لا انا مش هقول له اي حاجة، كفاية اللي هو فيه. انت خدي لي منه 35 جنيه وكده زي الفل. يا عم وليد انت تؤمر واحنا ننفذ. وبعدين احنا مش قلنا بقى نبطل حكاية من الكسوف دي؟ مش كسوف والله يا زيزو، بس انا عارف الظروف اللي انت فيها، بس انا برضو عندي حاجات لازم اعملها ولازم اشتري كتب وملازم. الله يعينك يعني، انا هم كلهم ثلاث سنين ثلاث سنين وهترتاح مني خالص. قدامك كام؟ 50 جنيه شغال معاك ولا عادي؟ ده كده زي الفل. ماشي تعالى يا وليد. ربنا يخليكم لبعض يا وليد.
فين الفلوس اللي كانت في الجيب البنطلون ده يا اما؟ لقيتها واقعة على الأرض، حطيتهم تحت المخدة. تأمرني بحاجة تاني؟ استني عايزك. خد يا معلم أي خدمة. ما نحرمش منك يا ريس، وكلها ثلاث سنين غير دي وربنا يكرم بعدها إن شاء الله. بقول لك إيه؟ لسه بتذاكر مع الرب بتاع السويس ده؟ آه ليه؟ خلي بالك منه عشان شكله كده بيخبر ومش مركز. آه ما أنا عارف، وبيني وبينك أنا كده أصلا بفكر أذاكر مع نفسي هنا كده في البيت. لا ما تقطمش معاه على طول، أنا واثق في دماغك. ماشي. انتوا ايه عملتوا ايه في الغدا علشان انا هقع من طولي خلاص؟ انا يا دقيقه واحده استني بقولك تعالي. السمك على النار. انت عامله مقلي ولا مشوي؟ مقلي. ايه مقلي؟ مقلي. اه طب بص يا ستي، ده ولا ده؟ كلهم حلوين بس لازم اللبس يليق على المشوار اللي انت رايحه. القيمه عايزه تعرف انا رايح فين؟ ها لا دورها في دماغك ونجي. بص يا ستي انا رايح مشوار خصوصي، يعني تقدري تعتبريني مش باين. باين في عينيك، في حسك اللي بيزغلل. البس دول هيبقوا حلوين عليك. ولا ده؟ لا دول. تمام يبقى ده. انت مالك واقفالي كده ليه؟ كسر عينك تحت. انت لابس لي الفانيله الحملقت دي. هو حد قال لك اقفي هنا؟ ما انت اللي قلت لي استني. طب روح. بقول لك كده تخش عليها وانا عريان تاني. طيب بهزر معاك، تعالي. حاجه كتيره بس ايه رايك في الريحه دي؟ يا بوي بصي 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 عملت معاك ايه بقى يا بوي؟ ما يدوي خوقش تاعها واحده. الله عليكي، ده انت جبتيها على بلاطه. ما تيجي معايا احسن بقى. عايز مرت خالي تقتلني. عبد العزيز. ايه؟ عبد العزيز. ايوه عايزه ايه؟ البت دي هبله ولا ايه؟ ايوه يا لبنى، ايوه كده يا باشا اللي طلبت حضرتك. انت اتاخرت ليه بقى؟ مش قال لك تروح وتيجي هوا؟ يا باشا النهارده الجمعه والدنيا زحمه. خلاص انت هتحكي لي قصه حياتك، يمشي لا قدرك. طيب يا باشا. اهلا يا حاج. ازيك يا حاج؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا حاج؟ ايه الهديه دي يا باشا؟ عامل ايه؟ بخير الحمد لله. ايه الهديه؟ كنتوا فين؟ كنا بنعسس في السوق. هتيجي زي ما احنا كده نطلع على كوثر، عامله كبده على الفحم وكبد وكلاوي، وبعدين واحنا هناك بقى بالمره نعرف العلبه فيها ايه. يا حاج بس بالله فيها ولا انتوا بالهنا والشفا بقى كده اطلعوا، عشان انا الحاجه مش هينفع، انت فاهم؟ الحاجه لا بتستناه، ده ممكن تعمل لنا مشكله جامده قوي. طب تحب اجي معاك المشوار؟ لا لا انا تمام، انا المشوار اروح انا وكله زي احنا. اول ما اخلص اكل هندهلك عشان تيجي بقى مظبط لنا. طيب ده صبره، عايز الهباب ده في ايه يا اخي؟ عايزه في موضوع كده. صباح ابيض متوسط، لسه ما حدش عكر سيد المعلمين. مش ده عاصم باشا بتاع الشرطه في خدمه الناس كلها؟ طب هزر اروح امك. ايه يا باشا؟ باشا صباح يا ظباطي. راح فين؟ عايز ايه؟ مش لازم معاليك بس اروح. يلا يلا تخش. استاذ تعالى. لو انت رايح فين؟ ايه يا باشا؟ تصدق صبر ولا ايه؟ معايا يا باشا، معايا. انت مين انت اصلا؟ يلا هات خش جوه. طب هات عيش وحلاوه يا ابني. طب اكلم ابو سميره. طيب كلمها يا ابني. رايح فين يا ابني؟ يا اخي هو اي حد يدخل هنا ولا ايه؟ الناس دي نضيف يا ابني، روح 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 انضف انضف وتعالى. مش حد عامل معاك اي عوا؟ انا رقبت ليه؟ لا لا مفيش حد يمسك دي. خلاص يا حاج انا هروح انا. ها؟ روح يا حبيبي مع السلامه. على قديم وكتاب الله يا حاج. يلا اللي شنفط لك مناخيرك كده. اصل انا خير الله ما اجعله خير يا حاج، كنت نايم متنرفز شويه، وبعدين قمت من النوم حسيت ان ضغط عالي، فاتمشيت في الريسبشن بتاع الشقه، خبطت في مكنه الحلاقه وحصل لي اصابه عمل. اصابه عمل؟ ليه؟ شغال في المصانع الحربيه؟ ولا العيال اللي طالعين في المقدر جديد بيدوك على قفاك؟ مين يا معلم اللي يقدر يديني على قفايا؟ دول كانوا سبع هاجمين عليا من ميدان العتبه و13 نازلين من جبل المقطم، وما كانش معايا سلاح، شديت سلسله ضهري وطوقت فيهم الضرب، حتى اسال وركبتها تاني. طب وزيزو؟ ماله زيزو؟ عايزينه! ما هو في عبك يا حاج، والفجريه البوكس خده. عليك نور. يعني كنت بتعس بالليل في الشارع زي عوايدك انت وصاحبك اللي بره ده؟ شفته ايه بقى؟ ما هو لو تفهمني بس انت عايز ايه يا سيدي المعلمين تحت امرك. اسمع بقى، اسمع الكلام اللي هقوله لك ده، اتكلم على طول. وبالنسبه لي انا هظبطك لو جيت معايا صح الصح. ماشي يا معلم. صح الصح يعني.
كنت انا وبكر بنعش بالليل وفجاه البوكس هجم وفي الضابط عاد اثر يا شبر وخلصني خدوه مشوا ما تتكلم يا معفن ما هو بيقول لي اثر يا معلم اما انا لو افهم الفوله فيها ايه كنت ابقى معاك في السليم المعود وجراش الجراج ونوباركينج يا معلم من ياد اللي جاب البلوس والصينة واحد بيكرهكم مين ده شارع عبد العزيز كله لا مؤاخذة يا معلم انا بقول اللي في نياتي يعني ما تاخذنيش مين ده رد السجون اتكلم ما هو يا معلم بس لو تقول لي السبوبة اللي متبلغ عنها هكون معاك في السليم المعوج وجراش الجراش ورسيني بقى يا معلم بقول لك ايه روح هات لي الواد زيزو من اي مكان هو فيه من ورشة ابوه من اي حتة هاتولي وتعال ماشي يا معلم بس لا مؤاخذة يا حاج يعني محتاجين 20 بلبل اسيبهم للعيال لان انا اللي بعولهم يعني وعلى ايه منعولهم احنا ومنعول ابوهم على اللي جابوهم كمان امشي يلا خد بريزه ايه واتكل على الله مش يلا يلا رضاك علينا معا سلام عليكم بعدين يا شلشابي ما بينلهاش هنعمل ايه هيبان وهيتكشف قرارها اصبر على الرزق كنديل أهلاً يا عاصف ازيك يا ابني ازيك يا دناي خش يا ابني وانت غريب ده البيت بيتك امال سناء فين يا حاج سناء هو في حد يقدر يصحي سناء دلوقتي معلش اصل انا كنت عايزها في حاجه ضروري كده والنبي صحيها لك صحيها لك لا والله ضحكتني عارف لو دخلت اصحيها دلوقتي تهب فيا كده زي البوتاجاز البايظ عشان كده بسيبها نايمه كنت يا اخويا تقدر انت عليها خش صحيها طب حاجة بعد إذنك تفضل يا أخويا تعيش وتجيب يا ابن كريمة قال يا ما جاب الغراب لأمه سناء سناء اصحى سناء يا بنت بصحي ايه عاصم أبوك بنت يا بنت المناف استعدت دي تصحي كده سنك مبرد في ايه الاجازه اللي انا كنت واخدها عشان اخلص الموضوع اللي اتفقنا عليه ولا عارف اعمل فيها اي حاجه موضوع ايه يا اخويا يا بنت انت بتصحي فاقده الذاكره ولا ايه صح ايه ده هي الساعه كام الساعه داخله على 2 يا خرابي وانت رحت لها ولا لسه ولا رحت ولا اتنيلت انا جبت الجاتوه مش عارف اعمل اي حاجه يلا بقى ينيلك اطلع بره عايز اغير مفيش وقت طب مش بس ما تسيبنيش كتير بقى عشان هم ما تقعدش تاكل قدامي حاضر يا اخويا يلا يا رب اخلص منك انت ولابنا في يوم واحد يا عاصم انا عايزك يا اخويا كده ما بين وقت والتاني تيجي تطل علينا انت برضه حبيبي وزي ابني وما كانش في داعي يا اخويا تكلف خاطرك وتجيب جاتوه معاه الحاجة مش حارمنا من حاجة ابدا لا ما هو برضه زي بيت امي يا حاج طبعا يا اخويا امك وانت ابني ضنايا وحبيبي قولي بقى عرفت تصحيها بكامل لبس جوه زي ما انا طالعه بس يا رب ما تنامش تاني على الله خد يا ابني كمل شايك كان في اصل كلمتين كده محشورين في زوري قلت اقولهم لك اتفضلي يا حاج ابوك يعني ما كانش يصح انه يتجوز جوز نسوانه ويسكنهم فوق بعضيهم وانت عارف القلق يعني خليه طلق امي يا حمار الحاج والله يسلم فمك يلا يما هوينا شويه عندي كلمتين سر هوينا جاكي ضربة في لسانك اللي عايز قطعه اتلمي يا بنت على الصبح اتلميت مش كده بقالك نص ساعة رغية على ودان الراجل صدع يا لهوي وانتي بقى بسم الله ما شاء الله متقيفة وعلى فين خارجة طقي طقي في بنت في الدنيا تقول امها طقي يا ناس يا بنت رايحة فين رايحة مشوار سر مع اخويا انتي مالك مشوار يا سناء انت هتيجي معايا وخلاص وهو ده الجاتوه اللي انت جبته لي خلصتيه جاتوه ايه يا اخويا الكريمه بتاعته كانت زفره شويه بس كل اللي يجي منك حلو